قيمة 7 ريالات تخدم كلام الله سبحانه وتعالى، أعظم كتاب. الكتاب الآن هذا هو المصحف، متمزق متهالك مكتوب عليه، يجمعونهن تجي لمهم، مصحفك بالبيت، مصحف بدوامك، مصحف بالمدرسة، بالمجمعات الحلق، يستقبلونه منك. وش يسوون به؟ يجهزونه ويعدونه ويعد بهالطريقة وهالتجهيز. الكتابات اللي شفنا تو على المصحف راحت، مزقوا جميع الكتابات اللي بالأطراف وجهزوا المصحف بهالشكل. الآن هذا المصحف جاهز، وين يروح؟ يروح هنا المكان التغليف والإعداد والتجهيز، غلفناه وخلصنا. وين يروح المصحف الآن؟ يجي المصحف الآن لهالزاوية وهالركن. الركن هذا جهزوا المصاحف ورتبوهن وخلصوا من المصحف كامل. المصحف طلع لنا بهالشكل بعد الترميم والتجهيز. وين يروح المصحف الآن باللحظات هذه؟ يروح اللجنة مسؤولة عن مراجعة المصاحف. الآن هذه المصاحف جهزت وكمل النواقص اللي من الأوراق، ثم جيب هنا. لما يجاب هنا يراجعون المصحف كامل. خلص المصحف ما في نقص، بس الصور والآيات والأوراق يوضع عليه ختم. الآن المصحف جاهز، لما اختموا عليه يختم عليه من الخلف هدية ولا يجوز بيعه. 7 ريالات أنت تقوم بإهداء هالمصحف هذا، يقومون بتوزيعهم على المحتاجين من جاليات وغيره. طبعا عندهم المصاحف بلغات متعددة، كلها يخلصونه وجهزونه توزيع. اللهم أعطي موفقا خلف.